الحمد الحمد لله السلام. لا بس لا بس طهور ان شاء الله خولا طهور. الله يرحمني ان شاء الله. امين ان شاء الله. امين. صافا عبد الله راك مليح. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بون السلام عليكم. انا كيما يقول لك في الاولى الحمد لله اللي خرجنا سالمين. الحمد لله هذا ابتلاء من عند الله. بون حنا في الاولى كاع كنا ديسيدي نروحوا في الطياره. حنا جينا التدريبات تاعنا هي مي كملنا التدريبات وكاع جا قرار بلي طياره انيل قال لي غادي تمشيو في الفيز. وحنا وجدنا صوالحنا وجدنا كاع ايوا تلاقينا في المقر اللي مقر تاع الفريق كنا غادي نمشيو. جات الوقت تاع اذان تاع المغرب هي هذا زكريا الله يرحمه زياني هو اللي صلى بينا المغرب مسكين. كيكمل ديمارينا في البيس الحمد لله كنا ماشيين غايه كنا رايحين في لومبيونس مع الجواره بيناتنا نضحكوا نلعبوا حتى وصلت لك 9 و10 وين وقع الحادث في السوق. وحدنا ما كنتش انا ما كنتش على بالي انك تراقد ما انا حتى الديرافا وكاع باش من جيت نفطر نسط البيس نقلب انا ما كنتش على بالي انا كنت راقد. لكن الحساب ما يقول الحساب الهضره تاع السائق قال لك الطريق وقيله كانت مشمخه هي لعبت به ما هذاك الفيراج شويه صعيب قالونا صرو فيه بزاف لي زاكسيدون ما يقول لك كيما هشام يقول احنا قدر الله ما شاء فعل. الجزئيه الحارس هذا الجزئيه وين كان مكان كان حد الطاقه كان حد الشوفير خالد كما مساعد مدرب الله يرحمه كان مورا السائق حدا الثقة وزكريا بوزياني كان هو التالي كاع كان حارس التالي وكشول كان تكسل هكا مطلع كراعه متكي كنقول احنا قدر الله ما شاء فعل ربي كتبها لهم ربي كان كتب لهم يموتوا كيما هكا ربي يرحمه. انا الاولى من صرات الحادث وانا كنت انا هشام زاير كرسي طاح كرسي كان زاير على يده
الحمد لله هشام عرف كي يجبد يدو ويمين شلنا سنة خالد كلشي حود عليه، سنة طايح شلناه طايح كلشي مهود عليه تما ما تشوفش فيه كاع مسكين الله يرحمه. ومزاير هو اللي حرس البارتريس تاع حرس الزداد باش طقنا نخرجو. من بعد سمعنا صاحبنا بحوصي يقولنا بلي زكي راه تحت البيس، ما صلناش كي نديرو، بغينا نسلكو مسكين، بغينا نشوفو كي نديرو، لكن الله غالب ربي كتب له هذه الموتى. من خرجوكم من الحفلة كنت داخل الوعي ولا كنت؟ لا لا كنت بواعي كاع، كنت عارف كاع شكون، كنت عارف شارا صاري وشارا. حاولنا درنا كاع اللي علينا باش نقضوهم ساكن. والله الحمد لله نشكروا كاع السكان تاع السوق، السلطات تاع السوق، السلطات تاع التيارات على رأسهم الوالي، وين وقفوا معانا مساكين، وبلا ما نساو الأطباء تاع السوق تاع المستشفى وقفوا معانا مساكين، حتى الدقيقة تاعنا الدقيقة التالية ما خلوناش كاع وحدنا، وقفوا معانا الله يعطيهم الصحة ونشكرهم مرة أخرى. وين شي نقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ماذا مكتوب، وين راحوا الناس وصحابنا ربي يرحمهم مساكين، وربي يصبرنا إن شاء الله ويصبر أهليهم إن شاء الله، هذا ما مكتوب، ربي يرحمهم إن شاء الله. اللقاء تاع اللي كنا عندهم كانوا مقلقين بزاف عليك، كنتوا الاب والام نقولهم اليوم الحمد لله راكم تشوفوني، الحمد لله اليوم راني مليح الحمد لله، ما عندي والو، قدر الله ما شاء فعل، هذا مكتوب ربي، ربي كتب لنا كيما هاك، الحمد لله اليوم راني مليح، نطمنهم ونطمن كاع صحابي وكاع اللي سألوا ليا وما طيقش نجاوبهم، نقولهم الحمد لله راني مليح وراني غاية وبارك الله فيكم. وما نشكر كاع السكان تاع البيض، السكان تاع البيض، السكان تاع مدينة سيادة، تاع كاع اللي وقفوا معانا، كاع اللي وقفوا مع الفريق، نقول لهم الله يحفظكم وبارك الله فيكم، ونشكركم انتم ثاني تاع قناة الهداف، اللي وين كاع القنوات اللي جاوا سألوا علينا، جاوا شافونا ووصلوا المعلومة صحيحة لكاع العائلات، نشكرهم مرة أخرى. وش نقول احنا، ربي يصبرنا على هذه الفاجعة ويصبر كاع العائلة المرحومين، وين الله يرحمهم. وشكرا شبيبة قبائل من دعمت فريق تاع مولودية البيض، شكرهم على هذه الالتفاتة، ونشكروا كاع الفرق اللي طمنوا علينا واللي سألوا علينا. ان شاء الله احنا نقولوا هذا حدث حي، قدر الله ما شاء فعل، صرا هذا الحادث، صرات هذه الفاجعه، انا نقولوا الحمد لله، الحمد لله اللي كتبها ربي كاع نحبوها ان شاء الله. وكاين لاعبين دوليين ايضا ارسلوا رساله للتعزيه والشفاء للاعب هذا، من بينهم يوسف عطار، رياض محل. الحمد لله انا نقول كيما نقولوا الشعب الجزائري كاع معروفين بهذا الخصال، خاصة في المحن اللي يصراو، شكرهم كاع اللاعبين الدوليين وكاع الفرق ومن اللاعبين تاع المنتخب كاع نشكرهم. ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله يصبرنا ويصبر والدينا ويصبر والدينا المرحومين، وربي يرحمهم ان شاء الله، وربي يشفي كاع اصحابنا اللي راهم مبلسين مالغري اصابات طفيفة، لكن ان شاء الله إن شاء الله تولي المياه إلى مجاريها إن شاء الله. كلمة الأخيرة، ونشكركم، نشكر كاع اللي وقفوا معنا وكاع اللي سألوا علينا، نشكر كاع أصحابي وكاع اللي سألوا عليا وجاو وقفوا وسألوا على الفريق، سألوا على أصحابي، كاع نشكرهم، ونشكر كاع الشعب الجزائري اللي وقف معنا، وخاصة الشعب تاع البيض والشعب تاع السوقر والتيارت، كلهم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. الحمد لله على السلامة. لا بأس، طهور إن شاء الله خويا، طهور. الله يرحم اللي ماتوا إن شاء الله. آمين إن شاء الله. صافا عبد الله راك مليح؟ الله الحمد لله. أيا الحمد لله، الحمد لله.
الحمد لله. هذه الله. اللهم شاء هذه مشيئة الله.